حسب القانون الدولي إسرائيل ضمت شرق مدينة القدس بشكل قسري وبشكل غير قانوني ولم تتصرف بتاتا حسب واجباتها المفروضة عليها كقوة محتلة. أول إشي عملته لما ضمت شرقي القدس هي ضمت الأرض بس ما بدها تضم السكان الفلسطينيين السكان الأصليين للمدينة فقامت بإعطائهم ما يسمى بحالة المقيم الدائم كأداة لترحيل الفلسطينيين بالألاف من مدينتهم في القدس. منذ 67 حتى يومنا هذا عندنا ما يزيد عن 14500 هوية تم إلغاؤها للفلسطينيين في القدس. يسمح للفلسطينيين بالبناء فقط على 13% من الأرض في القدس الشرقية واللي هي غالباً مكتظة بالسكان بشكل غير طبيعي وأصلاً ما في مكان للفلسطينيين يبنوا في 13% المتبقية إلهم. بالمقابل 35% من الأرض صدرت لصالح المستوطنات. أعطت بلدية القدس فقط 7% من تصريح البناء لفلسطينيين والذين هم حالياً يشكلون 40% من مجموع سكان القدس. الفلسطيني في القدس مفروض عليه يدفع الضريبة، ما بقدر يحكي بديش أدفع الضريبة لأني بتلقاش الخدمة. مفروض إنك تدفع الضريبة. هلأ في الواقع منروح منشوف مثلاً إنه في كتير الأماكن مع تجمعات السكان الفلسطينية فيش فيها الخدمات مع إنهم بدفعوا الضريبة. إذا بتدفعش ضريبة أنا رح أنفذ عليك ورح أحجز عليك ورح ألزمك تدفع الضريبة في البنية.